هما عندي. ليش؟ الحر عليه السلام حينما أصبح قائدا من تحت إمرة الإمام العباس عليه السلام يوم عاشوراء، كان 30 سنة يقاتل علي بن أبي طالب، ما محتاج لا صلاة ولا صوم ولا أبدا. معاوية قائد عند معاوية، وكان قائد عند عثمان، حطوها لي بلحظة تحول. هذه لحظة التحول تفصلك ما بين الجنة والنار، مو عبادتك. هذه لحظة التحول رأى الحسين صاحب حق، وحينما رأى الحسين إنه صاحب حق فضل بكبريائه أن يكون مع الحق حتى لو قطع.